اللي كان بيخبط ده الراجل بتاع الزبالة بابا وديتها له. طب كويس. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده هو الفشار ده في حاجة ولا ايه؟ اوف 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 مش قادر. Run. A few moments later. بس كمان هو كده على ما اظن بقى كده ان انا هربت منها. وريني بقى هتعرفي تنزلي ازاي من على السلم. يا بنت الجنية يا بنت الجنية حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيف. يا سيف ولا سيف انا انت انا ولا سيف يا ابني. هو في حد بينادي؟ ايوه يا عم ايوه يا عم انا اللي بنادي هنا اهو. انت يا عم انت انت معايا ولا فينك انت؟ لا 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 هو حلو ما تسيبنيش كده وتمشي. انت يا سيف ايه الصوت ده؟ يا عم انا هنا يا عم انا هنا اهو انا اللي عمال بنادي عليك. ايه ده؟ هو انت؟ عايز ايه؟ يا سيف سيب واحد امك يا سيف رجعني من ادم تاني يا سيف حسيت انا بقيت بجري من نملة سيف انت متخيل؟ ما هو ده اخرك يلا تجري من نملة. اكسب انا ما بهزرش دلوقتي يا عم يا عم رجعني بني ادم يا عم والنملة. يا عم انت بتقول لي يا عم؟ اه انا كنت هرجعك بني ادم بس عشان الاسلوب الحقير اللي انت بتتكلم بيه ده مش هرجعك بني ادم هتفضل حشرة زي ما انت. خلاص يا سيف بقى بالله عليك يا سيف. استاذ سيف استاذ سيف خلاص يا استاذ سيف بالله عليك انا اسف. قول لي انا اسف. انا لسه قايل بس مش مشكلة قولها تاني وتالت يا اخويا الكبير وبحبه اللي ماليش غيره. انا اسف يا سيف. استاذ سيف ما تنساش تاني يلا تاني عيدها. انا اسف يا استاذ سيف. خلاص ماشي هرجعك بس لو انت جدع تبقى تضايقني في حاجه تاني بقى. ادلك ايه بس ادلك ايه هو انا اقدر يا ابني اضايقك لما اشوف. بس تمام قوي كده تسلم ايدك اديني ثانيه واحده بقى ها عشان هروح اعمل حاجه بسرعه وجاي لك تاني ثانيه واحده. ايه ده ماله ده؟ هي فين بقى ام النمله دي بقى اللي كانت عماله تجري ورايا؟ ايوه عشان ربنا مع سيدك عشان انت كنت بتستقوا عليا وانا صغير وانا دلوقتي الكبير وانت الصغيره. انت فين بقى؟ اثبت عندك قفشتك. انت بتعمل ايه يا ابني انت؟ لا ده حوار كده بخلصه. حوار ايه ده؟ نمله كده بس كانت شايفه نفسها عليا فقلت اعلمها الادب واديها درس في الاخلاق. بقول لك ايه انا انت وهو؟ حد فيكم يروح يجيب ورقة بالطلبات دي؟ ايه كل الورقة دي؟ ايه مالكم مستغربين ليه؟ هي إيه دي اسمها كده ورقة الطلبات؟ انتوا ما شفتوش حاجة انتوا؟ هو انتوا متدلعين ما شفتوش حاجة؟ أنا أبويا اللي هو جدكم كان بيكتب لي ورق الطلبات في ورق جورنال. أنت متخيل؟ ورق الجورنال اللي بيفتحوه ده كده بيمسكوه كده كان بيكتب لي الطلبات فيه. هي دي آخرة الدلع اللي أنتوا فيها. ماشي.
ماشي انا هظبطك قريب. حد فيكم والله يروح يجيب ورقه الزفت دي؟ بابا بص يا بابا، انت امبارح جيت اديتني ورقه الطلبات وانا خدت منك ورقه الطلبات ورحت جبت الحاجه من غير ما اتكلم، يبقى كده مين اخر واحد جايب الطلبات؟ انا. صح عندك حق فعلا، ده حصل امبارح. امسك يلا سنفقه كده، يلا ورقه الطلبات دي، يلا وروح هات الطلبات. هات ورقه الطلبات يا بابا، هات ورقه الطلبات. انت مالك انت بقى بورقه الطلبات؟ مالكش دعوه، انت اركن كده على جنب. امسك يا ابني، يلا يا ابني روح يا ابني هات الطلبات. طب يا بابا بص ايدك يا بابا، هات ورقه الطلبات. بابا هات ورقه الطلبات. لا ازاي بس، اخوك اللي عليه الدور ينزل هو اللي يجيب الطلبات، يبقى هو اللي يجيب الطلبات. امسك يا ابني. اخويا انا واخويا واحد يا بابا، ايه اللي فيها يعني؟ خلاص انت حر، ده انت غبي قوي. امسك. هات. ليه ايه كل ده؟ ليه ملوش لزوم والله، ليه كل ده؟ فين الفلوس يا بابا؟ امسك اهي. هات. ايه ده بابا؟ ايه ده بابا، انت عايز تفهمنا بابا ان ورقه الطلبات دي كلها هتتجاب ب 200 جنيه؟ انت قول له بابا هيبقى يعدي عليك ويديك الباقي. بابا ده انت المحلات كلها بابا اللي في الشارع عايزه منك باقي. انت مالك انت بقى؟ خلاص يا بابا انت حر يا بابا، انت حر. نص ساعة وتكون قدامي، على الله ما تجيبش حاجة فيهم. ليه؟ 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 ليه 7 كيلو طماطم؟ عازمين المنطقة كلها. تمام انت كده يا عم مرضي؟ كده أنا أحبك. ماشي يا عم، ماشي. يا رب يا رب يا رب، انا عملت ايه في حياتي بس يا رب عشان يحصل فيها كل ده؟ A few moments later. جبت الحاجة كلها؟ ايوه يا بابا جبتها كلها بابا، ما عدا اللبن يا بابا عشان كان خلصان من عند الراجل. وما رحتش شفت عند حد تاني ليه ان شاء الله؟ ما انا كنت شايل حاجات كتيرة بابا زي ما انت شايف اهو، انا ما اعرفش انا همشي بالحاجات دي ورا الراجل التاني. حلو، اديك جيت البيت وسبت الحاجات اللي انت جايبها وايدك دلوقتي فاضية. روحي بقى يلا هات يلا اللبن. طب شويه بابا شويه بس بابا عشان اخد نفسي عشان لسه جاي من بره والجو حر يا بابا. يا ربي. 2 hours later. اهو يا بابا اديني جبت اللبن اهو. شاطر يا حبيبي شاطر. يا لهوي على الفرهده. يلا هو فين سيف يا بابا؟ الساعه بدك تبقى انا برجع. كان قايل ان هو داخل ينام. خلاص ماشي. ايه انت قلت دخل ينام؟ ايوه يا ابني دخل ينام. انت ايه الشبكه عندك بايظه ولا ايه؟ دخل ينام. طب حلو قوي الكلام ده. هو فين بقى اللوزر اللي معانا بقى؟